البعض منا يخاف أن يقع جواله في يد غيره، ولذلك تلاحظ أن بعض الأبناء وبعض الناس تجد أن جواله عليه بصمات وعليه أرقام، ولا يريد أحداً أن يدري ما يحتفظ في الإرشيف ولا في الصور ولا في المقاطع ولا في لماذا؟ عايش في حياة سرية، لا يريد الخلق أن يعلموا ما الذي جرت عليه أو أجرى أنامله عليه أو رأته عين، يخاف من الخلق.